أهلا بالسادة المتابعين والمتابعات والمستمعين والمستمعات والأصدقاء والأصدقاء والصديقات في هذه الحلقة 94 من السلسلة العامة في نقد المنظومة الدينية. رانا في الحلقة 27 كمان من سلسلة تاريخانية النص الثاني اللي هو الحديث النبوي. ما زلنا في الباب الكبير اللي هو وسائل التدوين والنشر. أنا حنديرو اليوم الحلقة الثامنة تاع غير هذه وسائل التدوين والنشر. سعيد أهلا بيك، خلي لك الكلمة. اهلا فتحي، مرحبا بك ونرحب بالاصدقاء والصديقات المتابعين. اليوم نكملوا دائما في وسائل التدوين والنشر، نتكلموا ما زلنا نتكلموا على الوراقين العلماء. اليوم نتكلموا على ابن النديم المشهور صاحب الفهرست. ممكن راح يشد لنا حلقه، ربما يشد لنا حلقه. ابن النديم راهو خطر مشهور جدا، لانه الفهرست نتاعو راهو عمده في العالم كله. كومونسي باغ لي زوريونتاليست، يعني بدايه من المستشرقين الى الباحثين العرب والمسلمين، كل العالم كله يرجع لابن النديم. لا يمكن دراسه التراث الاسلامي دون الرجوع الى الفهرست تاع ابن النديم. ابن النديم هذا كان وراق، ابن النديم هذا كان وراق، وكان وراق من نوع خاص، لانه هو في الاصل يعني كيف نقولوا، كان علما من أعلام القرن الرابع الهجري عصر العباسي، ومن أشهر الوراقين في بغداد. كان من أشهر الوراقين في بغداد، هو محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق النديم. الفرس الإيرانيين يقول لك ما تقولش ابن النديم، يقول لك هو النديم. في إيران يسموه النديم، ما يقول لك ابن خطأ، كي تقول ابن النديم هو خطأ يعني. لكن هو شائع عند غير الإيرانيين، غير الباحثين الدارسين الإيرانيين، بأنه ابن النديم. كنيته أبو الفرج، وغلب عليه لقب ابن النديم، والتصق بكتابه الشائع الفهرست. الفهرست طبعاً ما كانوش أصحاب الترجمة اللي ترجموا له ليذكروا حياته، ما يهدروش عليه بزاف، يتكلم يديروا له سطر ولا ثلاثة. لماذا؟ أولاً لأنه كان شيعي، وثانياً كان معتزلي، يعني جمع التشيع والاعتزال. سيد هذا ما خلى والو. فكان شيعي ومعتزلي، لذلك اللي ذكروه ولكن باختصار شديد يذكروا عليه، رغم أنه مشهور يعني بكتابه المهم جدا اللي هو الفهرست. اليوم في الوقت تاع 2022 مارك يبلوكيك، بكري كانوا جماعة السلفيين هما اللي يبلوكيوك. يبلوكيوك بزوج شطر ولا ثلاثة ويفوتوك، يزابيوك، يعني يديروا عليك زوج شطر ثلاثة ويفوتوك. إذا ما كنتش كما هما ما يكثروش عليك الهدرة. إذن هو معتزلي، وال طبعا اهل السنه ما يرضاوش على المعتزله، وكانوا غالبا يتهموهم بالزندقه ويتهموهم بالابتداع ويعاديوهم، يعني غالبا كان هذا هو الموقف تاعهم من هذوك من المعتزله. واذا زاد الاعتزال زاد له التشيع، يعني مشكله ولات. يعني مثلا نشوفوا ابن حجر، خلينا نشوفوا ابن حجر العسقلاني وش يقول على ابن النديم. يقول عليه مصنف، هو الوراق، محمد بن النديم الوراق، مصنف كتاب فهرست العلماء، روى فيه عن أبي إسحاق السرافي وأبي الفرج الأصبهاني، وروى بالإجازة من إسماعيل الصفار. قال ابن النجار: لا أعلم لأحد عنه رواية، يعني واحد ما يروي عنه، هذه ديجا حرقه، هنا ديجا راه حرقه، لا أحد يروي عن ابن النديم. وقال أبو طاهر الكرخي: مات في شعبان سنة 38، يعني كي يقول 38 يعني 338. طبعا وهذا ماشي هو التاريخ المشهور، التاريخ المشهور في وفاته هو 380. يقول الأداب ابن حجر، يقول: وهو غير موثوق به، وهو غير موثوق، موش ثقة يعني، ينادى على من صنفه بالاعتزال والزيغ والزيغ، نسأل الله السلامة. إذن هو يقول لك زائغ ومعتزلي وزائغ. وذكر له الذهبي ترجمة في تاريخ الإسلام، احنا قلنا الصحيح ترجمة، صح ترجمة خطأ شائع في تاريخ الإسلام. تاريخ الإسلام تاع الذهبي فيه تقريبا 80 مجلد، 80 جزء، موسوعة.
يقول عليه محمد بن إسحاق بن النديم أبو الفرج الإخباري الأديب الشيعي المعتزلي، ذكر أنه صنف الفهرست سنة 77 و300، قال ولا أعلم متى توفي، هذا ذهبي. يقول ابن حجر ورأيت في الفهرست موضعا ذكر أنه كتب في سنة 210 و400، فهذا يدل على تأخيره إلى ذلك الزمان، أنه عاش حتى ذاك الوقت. قال ابن حجر وقال لما طلعت كتابه ظهر لي أنه رافضي، رافضي يعني شيعي، رافضي معتزلي، فإنه يسمي أهل السنة بالحشوية. ابن النديم يقول على أهل السنة الحشوية، الحشوية هم المجسمة، هذه بعد أشوفها، الحشوية هم المجسمة، ويسمي الأشاعرة بالمجبرة أو المجبرة، يعني الجبريين كما يقول عليه، يقولون بالجبر، ويسمي كل من لم يكن شيعيا بالعامة، خاطر الشيعة معروف كي ذكروا غير الشيعة يقول لك العامة، يعني كاين الشيعة والعامة عند الشيعة في المصطلح تاع الشيعة، العلماء تاع الشيعة كي يقول لك فلان من العامة يعني مش شيعي، مش شيعي، كي يكون شيعي يقول لك من أصحابنا، وإذا مش شيعي يقول لك من العامة، من العامة. مثلا ابن النديم يقول لك ابن حجر ما عجبوش الحال لما ابن النديم وثق الواقدي، الواقدي صاحب السيرة، قال لك ومن عجائبه أنه وثق الواقدي وعبد المنعم بن إدريس وإسحاق بن بشير وغيرهم من الكذابين، باسكو ما يديرش لاسونسير، ما يديرش لاسونسير. إذا ابن النديم وثق ناس يعتبروهم حفاظ أهل السنة كذابين، ما يدوش عليهم. مثلا محمد بن إسحاق والواقدي وأبو إسحاق الفزاري وغيرهم من الثقات. إذن ابن النديم كان يوثق ناس اللي ما أهل السنة يتهموهم بالكذب، أو على الأقل ما يوثقهمش، على الأقل ما يوثقهمش. يقول لك هذا المؤرخ يعلق خير الله سعيد في موسوعته، يقول وهذه الترجمة توضح بجلاء مدى التحامل عليه، يعني على ابن النديم، من لدن اثنين من المؤرخين الكبار السنة هما الذهبي والعسقلاني ابن حجر، وهذا التحامل يكاد يكون ظاهرا في تلك المرحلة نظرا لكون حالة الاحتراب السياسي كانت أمرا واقعا، وكان هناك من يغذيها، وهذا الاحتراب المختلق ظل يواكب الكثير من هؤلاء. فالذهبي نفسه تغاضى عن ترجمة أو الأخذ عن ابن النديم في موسوعته الهامة في سير أعلام النبلاء، وأصفح عن ذكره ابن العماد الحنبلي في شذارة الذهب. ابن العماد ما ذكروش قاع، وإذا تحامل عليك الذهبي فاعلم بأنك شيء. الذهبي يتحامل على كل من ليس سلفي، بالمناسبة كل من شي سلفي قاع أغلبهم تحامل عليهم الذهبي. وبعد نشوفوا باللي كاين واحد تلميذه مشهور السبكي، عبد الوهاب السبكي، طح عليه قال أذكرناه مازال جاي أنا هدرو بالتفصيل وش قال عليه في الرسالة نتاعو تاع علوم الحديث، عنده رسالة سبكي في علوم الحديث حققها عبد الفتاح أبو غدة، نشوفوها كيفاش يقول لك شيخنا وتاج راسنا وراء على العين والرأس، ولكنه كذا وكذا، بطحالي يقول لك كان متعصبا للسلفية وكذا وكذا، لأن السبكي أشعري، السبكي ماشي سلفي، السبكي أشعري وهو تلميذ الذهبي بالمناسبة. دونك أصفح عن ذكره ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب، يقول لك والأمر من ذلك أن القفطي أهمل ترجمته بشكل متعمد في كتابه إنباه الرواة عن أنباء النحاة، رغم اعتماده على الكثير من رواياته، يأخذ روايات ابن الفهرست ما ذكروش، خذ عليه وما ذكروش. دونك يقول لك فقد ورد ذكر ابن النديم لديه في أكثر من موضع، فقد ورد في الجزء الأول في الصفحات 7 و9 و167 و179، وفي الجزء الثاني في الصفحات 7 و35 و41 و47 و202 و207 و320، وفي الجزء الثالث في الصفحات 65 و207 و220 و283 و251 و288، وفي الجزء الرابع في الصفحات 75 و100 و140 و164. إذن شوف شحال من مرة دعا عليه، شحال من مكان من صفحة، وما ذكروش، ما دلوا حتى ترجمة. إذن يقول لك انسحبت هذه النزعة حتى على المتأخرين من المؤرخين والأدباء، فهذا ابن خلكان أو خلكان، كل واحد كيفاش يضبط الاسم نتاعو،
أحد الأعلام تاع القرن السابع، وواحد من الذين عنوا بالأدب وتتبعوا رجالاته، ابن خلوكان مشهور بكتابه وفيات الأعيان، الموسوعة وفيات الأعيان مشهورة، مصدر يعني لم يترجم هو الآخر لابن، إذن ابن خلوكان ثاني في وفيات الأعيان ما ذكرش ابن نديم زاباه، لم يذكره، رغم أنه أخذ الكثير عنه في تراجمه لوفيات الأعيان، فقد ورد ذكره عنده في الجزء الأول صفحة 53، والجزء الثاني صفحة 480، والجزء الرابع صفحة 292، والجزء الخامس صفحة 168، والجزء 306، وفي الجزء السادس 201 و364. وتلك مشكلة عويصة بحق هذا النابه صاحب الفهرست، ذلك الكاتب الهام الذي أوضح أعلام الفكر والأدب والعلم في القرنين الثالث والرابع الهجريين. إذن ابن النديم ذنب تاعه أنه كان شيعي ومعتزلي، لذلك إلى إتي يعني ديابوليزي شيطانه وأهملوه ولم يذكره، وحتى رجال الشيعة ما ذكروش. الكشي في رجاله عنده رجال تاع الشيعة تاع الكشي. سؤال فقط، كان حبوا هكذا هذو تاع الكتب تاع الشخصيات هذو تاع شكون هو أهم كتاب في التاريخ الإسلامي من هذا الطينة، يعني تاع هذا لي ريفيرونس تاع لي زونسيكلوبيدي تاع الأشخاص الأعلام؟ تقصد الكتب القديمة ولا الحديثة؟ القديمة، مثلا سير أعلام النبلاء، هذا مع القديمة سير أعلام النبلاء هو تقريبا من أشهر أشهر المصادر في هذا المجال. والفهرست مشهور لكن في أسماء الكتب والمراجع والمصادر أكثر من أسماء الكتب والعلماء، يذكرك الاسم يعني. الفهرست ما يطولش في ذكر الترجمة بالصحة، الآخر يذكر تفاصيل، ذهبي يذكر تفاصيل. طبعا كي نقولوا سير أعلام النبلاء هذاك في الترجمات العامة، صح كاين كتب مختصة في ترجمة مثلا القفطي، في ترجمة الفلاسفة مثلا كتاب ابن أبي أصيبعة في ترجمة الأطباء، كاين اللي اختصوا بترجمة الفلاسفة، كاين ذهبي يجمعهم قاع، اذكرهم كامل، اذكر المحدثين الفلاسفة الأطباء اذكرهم كلهم، لكن كاين اللي طول وكاين اللي يذكر يدير سطور وثلاثة حسب الانتماء تاعهم، اذا كانوا قراب منه كسلفي يطول فيهم، واذا ماشي قراب منه او ضده ما يطولش، يختصر. بالصح يقول لك كان متشدد ومتعصب ضد كل من ليس سلفي، وبالخصوص اذا كانوا أشاعرة او معتزلة أو شيعة كان يطيح عليهم، غالبا يطيح عليهم. إذن نشوفه يقول لك ابن النديم رغم أنه كان شيعي حتى مصادر الشيعة لم تذكره، رجال الكشي مثلا ما ذكروش، محسن الأمين في موسوعاته أعيان الشيعة، محسن الأمين هذا معاصر عن جزء من اللي توفى، نظن عن جزء من اللي توفى، محسن لبناني، هو لبناني عالم شيعي لبناني، محسن الأمين في أعيان الشيعة ما ذكروش أيضا. اللي ذكروا هو كتاب أخير أيضا داروا واحد إيراني اللي يسموه الطهراني، وهو موجود في الانترنت قدروا تلقاوه، عنده كتاب اسمه الذريعة إلى تصانيف الشيعة في 27 جزء 27 مجلد، كتبوا هذا ذكروا اذكر ابن النديم وما كتبش عليه بزاف، ربع سطور أو خمسة، في ترجمة تحت رقم 1728. إذن ذكر عليه تقريبا 4 سطور أو 5. إذن هذا بالنسبة لابن النديم. طبعا أهمية ابن النديم بين بالإطلاع على كتابه، يكفيه أنه كتابه اليوم قلنا مصدر عالمي، لا يمكن كل الباحثين في التراث الإسلامي من مستشرقين وغيرهم ضروري يرجعوا لابن النديم، ما عندهمش مضرب واحد أخر، لازم يرجعوا للفهرست ابن النديم. إذن هذا ابن النديم سيت اون ريفيرونس انكونتورنابل. عندنا ياقوت ايضا الحموي او الحموي والراق ايضا مشهور، عنده معجم البلدان ومعجم الادباء. ياقوت هذا حكيته حكايه، ياقوت هذا اصله بيزنطي، استغو اصله من بيزنطا يعني قوري كما نقولوا احنا، اصله من بيزنطي من الروم، وكان من الموالي من العبيد، وكان غلاما يعني او عبدا لاحد المسلمين،
إذن هو أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله يلقب بشهاب الدين من المؤرخين الثقات، وواحد من أئمة الجغرافيين، علم من أعلام الوراقين. وهذا ياقوت مشهور عليه أنه كان يسافر بزاف، لذلك كتب معجم البلدان، دار موسوعة للمناطق والمدن، سماه معجم البلدان. تقريبا هو الوحيد، ثاني صار له كل فهرست اللي انكونتورنابل كتب ياقوت، ثاني انكونتورنابل، عرف في العالم بكتابيه معجم البلدان ومعجم الأدباء، وهي من الركائز، وهما من الركائز الأساسية في علوم الأدب والجغرافيا عند العرب والمسلمين وحتى عند المستشرقين، واعتمد عليه طبعا المستشرقون. إذن ولد في بلاد الروم، وأصله من بلاد الروم، ولد سنة 574، إذن هو من أعيان القرن السادس، وتوفي سنة 626، توفي في القرن السابع. إذن تذكر المصادر أنه أسر صغيرا من بلاد الروم، وقع في الأسر في الغزو وهو صغير في بلاد الروم، وجيء به إلى بغداد، شراه رجل تاجر، شراه تاجر في بغداد، واسمه عسكر بن أبي نصر إبراهيم الحموي، ومن هذا اكتسب لقب الحموي، خطر اللي شراه اسمه الحموي. هذا مولاه كان ساكن في بغداد وعنده أولاد، وكشرة ياقوت بعثوا يقرأ في الزاوية، يقرأ القرآن، أرسلوا للكتاب أو المسيد كما نقولوا إحنا، مسيد يعني مدرسة القرآنية أو الكتاب، في المشرق يقولوا الكتاب. إذن بعثوا يقرأ عليه، بعثوا يقرأ باش يعاونوا في التجارة، بعثوا يقرأ باش يعاونوا في التجارة، يقرأ شوية حروف الكتاب، الحساب شوية، حساب شوية كذا، يقرأ بريمار يعني باش يعاونوا في التجارة، لأن مولاه، هذا مولاه كان ما يعرفش يكتب، يعرف يتاجر بصح ما يعرفش يقرا، ما يعرفش يكتب، ما يعرفش يقرا، ما يعرفش يكتب. وكيكبر ياقوت زاد قرا النحو واللغة، ولما مولاه كان يبعثه يسافر باش يجيب له السلعة، مولاه كان يبعث ياقوت، هذا سيدو كان يبعثه باش يجيب له سلعة، يبعثه إلى مثلا إلى كيش وعمان. كيش هذه جزيرة في الخليج، في الخليج، في منطقة الخليج، ويبعثوا العمان، عمان سلطنة عمان لما زالت معروفة، يبعثوا العمان. إذن يبعثوا لهذيك النواحي يجيب له السلعة. إذن بدأ ياقوت بهالطريقة، بدأ يتعلم، بدأ يكتسب خبرة في السفر وفي التجارة. هنا نشوفوا طبعا مولاه كان يحرف عليه، ما كانش معيشه باطل، ما شراهش باطل، كان يحرف عليه، يخدمه بزاف. بعد ما تفهمش معاه، اختلف مع سيدو، فلما اختلف معاه تفاتن معاه، هذاك الشخص اعتقه، اصبح حر. هنا ياقوت واش دار، انتقل من التجاره الى الوراقه، اصبح وراق، ولا يكتب مادام هو راح للكتاب وتعلم الكتابه والقراءه وحفظ القران وكذا، بدا يشتغل بالنسخ بالاجره، بدا يكتب للناس بدراهم ولا وراق. واصبح يحب الوراقه، واكتشف عالم الوراقه لم يكن يعرفه من قبل. إذن هنا مولاه زاد عطاه شويه دراهم، غاضوا كي شافوا بدا يدير التجاره، كان يبدو انه مولاه هذا كان ناس ملاح، عطاه شويه دراهم باش يعاون بها روحه. هذيك الدراهم زاد ياقوت سافر وزاد، ولا اصبح مش ايضا التجاره تاعو اصبحت واسعه. طبعا ياقوت كان ايضا عنده ميول سياسيه، كان يتصل بالوزراء ويتصل بالخلفاء والسلاطين والوزراء، معروفه هذه عليه. طبعا ما كانوش يرضوا عليه في كل مكان، لانه اصله بسبب اصله انه كان عبد ورومي الى اخره، فكان مولى كانت عنده مشاكل، ولكن كان يحاول يتصل بالوزراء. وكنتيجة لهذا الأسفار تاعه، بعد ولا يسافر بزاف، كنتيجة لهذا الأسفار اكتسب خبرة، وين يروح يسافر يكتب على العلماء، يكتب عليهم معلومات،
ولا اكتسب خبره دار معجم البلدان ودار معجم الادباء كخلاصه للخبره نتاعو. طبعا هو ما عندوش غير هذه الزوج كتب، عنده بزاف كتب ولكن هذو هما اللي وصلونا. عنده تقريبا 10 كتب، عنده 10 كتب لكن اللي وصلونا واللي معروفين هما هذا الزوج، معجم الادباء ومعجم البلدان. كاين الاستاذ تاع ذاك الوقت كان تكتب، كان ايفيدامون اوغوزمون. دونك ياقوت، عندنا ياقوت واحد اخر، كاين زوج ياقوت، كاين الحموي والموصلي، كاين ياقوت الموصلي الوراق، وفي زوج وراقين. هذا ياقوت الموصلي هو ياقوت بن عبد الله الرومي، ثاني هو رومي، في زوج روميين في الاصل. كان عايش هذا الموصلي، عايش في الموصل، كان كاتبا واديبا ونحويا وخطاطا ووراقا مشهورا بالموصل. ولادته غير معروفة، مش معروف تاريخ الولادة نتاعه، لكن يذكر ياقوت الحموي، ياقوت الحموي يذكر ياقوت الموصلي في معجم الأدباء ويقول باللي توفي بالموصل سنة 618. إذن هذا ياقوت. وعندنا وراق واحد آخر هو يحيى بن محمد، كنيته أبو محمد الأرزني أو الأرزني البغدادي، البغدادي. هذا توفي سنة 415 القرن الخامس الهجري، كان إماما في العربية ومالح الخط، يعني خط شباب وسريع الكتابة. إذن كان من طليعة، في طليعة الوراقين ببغداد. إذن هذا عندنا أيضا الوراقين الشعراء، ذكر ستة، هو ذكر ستة، احنا ربما نتوقف عن زوج ولا ثلاثة. أولهم ابن بكر بن خارجة الوراق، هذا ترجمه غير أبو الفرج الأصفهاني، برك اللي ترجمه في الأغاني، ترجمه ذكره في الأغاني، غير هو اللي ذكره في الأغاني. كان فقير، هذا ثاني كان فقير، وكان أيضا يميل إلى الأحداث، هذا أيضا كان يميل إلى الأحداث، كان يتعاطى الخمر ونبش. وش وش سي كوم سي تي اون فيت الحاجة اللي شوية يعني دهش، سي كل المعلومات هذو يتكتبوا نورمال، لا يتكتبوا. أنا نقول لك أخت هارون الرشيد بنت المهدي كان كتب عنها هذا، كان عندها ديوان تتغزل بالجواري تاعها يا بنت المهدي، كانت شاعرة ومغنية وأخت وبنت الخليفة وأخت خليفة. وأخوها إبراهيم كان كما قلنا إحنا غياط، كان زمار، كان ميوزيسيان ومشهور في، مشهورين في بغداد. نو بغداد في العصر العباسي عالم آخر، كان عالم مفتوح، كان عالم مفتوح جدا، يعني تلقى المساجد وتلقى الزوايا وتلقى تكايا تاع الصوفية وتلقى الخمارات وتلقى كلش، تلقى ليزوتيل، تلقى الوراقين، المكتبات، تلقى كل شيء في بغداد، فيها كلش في العصر العباسي، كل شيء، كلش فيها، فيها كل شيء، كاع واش يجي في خطر في بالك فيها كل شيء. نكملوا سعيد، نكملوا. اذا هذا بكر بن خارجة الوراق تعاطى الخمر والنبيذ في مقتبل عمره وظل يعاقره حتى اخل بعقله وافسده. هذا يعني باختصار باش ما نطولوش معاه، الخلاصه تاعو، هذا الوراق كان يعشق غلاما نصرانيا. هذاك الغلام كان راهب في دير، واسمه عيسى بن البراء العبادي الصيرفي. هذا كان غلام نصراني وكان عايش في دير، دير يعني سي مونستير، الدير هو لو مونستير، كان عايش في مونستير ثم في بغداد. وطبعا كانت كاين اديره بزاف تاع النصارى، اهل الذمه عندهم اديره تاعهم، والاديره هذه كانت مشهوره بجوده الخمر نتاعها، كان عندهم خمر جيد من نوع رفيع جدا. فكانوا المسلمين، بعض المسلمين كانوا يروحوا يسهروا عندهم، يشربوا عندهم ويسهروا. فهذا بكر بن خارجة الوراق كان شاف هذا الغلام النصراني وعشقه، لكن يبدو أن جماعة الدير الرهبان الكبار على هذا الغلام ما عجبهمش الحال، وكانوا شغل يزيروه في هذا الجانب، يزيروا هذا الغلام عيسى، هذا عيسى الغلام هذا النصراني. وطبعا هذا الوراق، هذا بكر بن خارجة كان يدير شعر، كان شاعر وكتب بزاف شعر في الوراق، وعنده شعر في عيسى الغلام هذا، وعنده شعر، بعض الشعر تاعو شويه يعني ماجن، شويه ماجن، كي نقولوا شعر ماجن ديبلاسي، صديق كي تي تروف دي مو اون بو تروفي فاسيلمون دي مو فولغار في هذا الشعر الماجن،
كما شعر أبو نواس، شعره كان ماجن، بشار بن برد شعره كان ماذ، شعراء العباسيين بزاف منهم كانوا شعرهم كان ماجن، يعني معروفين يعني. وشن هي شعر جيد بصح ماجن، هو شعر جيد من حيث الصنعة، ولكن في المحتوى يعني ما يتقراش اون فامي، فوالا، لا يمكن يقرأ اون فامي، هذا هو. كمل سعد. فوالا، دونك عندنا ايضا الساري الرفاء الوراق، الساري بن احمد بن الساري، كنيته ابو الحسن الكندي، والمعروف بساري الرفاء، الموصلي الشاعر المشهور. الرفاء شو هو؟ الرفاء هو سي لو برودور اللي يدير البرودي، الطراز اللي يدير الطرز، البرودي يسموه الرفاء. كان يدير الطرز، هذا كان يدير الطرز، لذلك سموه الرفاء. على كل حال، صنع تعلمها باباه، ده يتعلم لابغودغي، دونك تعلم الطرز، وبغداد كانت مشهوره بالطرز، ويقال ان الطرز اللي موجود عندنا اللي هو المجبود، اللي يسموه المجبود في الجزائر، يسموه كاين اللي يسموه الطرز البغدادي، يقال ان اصله جاء من بغداد، كاين اللي يقولوا في قسنطينه يقول يسموه الطرز البغدادي، المجبود يسموه في قسنطينه الطرز البغدادي. اذا ابن خلكان يقول عليه كان شاعرا مطبوعا عذب الالفاظ، ويعرف غير الشعر، كان شاعر يعني، كان شاعر. عنده كتب ايضا، عنده 3 كتب هذا 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 الرفاء. شكون ثاني؟ عندنا عمر الوراق. احنا دو فاسون احنا مازال نزيد نذكروهم كامل، ما بقاش في برك سعيد الوقت، وقت ما يعني باش شحال بقى لنا، عندنا 3 مينوت ولا معليش نذكروا هذا عمر الوراق ونتوقفوا عنده. عمر الوراق هذا ايضا، عمر بن عبد الملك الوراق العاتري او العتري او العتري، ما عنديش الضبط تاع اسمه، العتري ماشي العين هذه كيفاش تضبط، هكذا سماه ياقوت، كان من الشعراء المعدودين، ذكر ابن النديم ان ديوانه كان في 50 ورقة، اصله من البصرة، رحل الى بغداد وتعرف على اهلها وامتهن الوراقة، وكان صديق لابي نواس هذا، وكان كما هو التي امه سيكسوال كما ابو نواس، وكانت لهما بينهما مطرحات شعريه. اذا كان حياته تقريبا كانت كما حياه ابي نواس، وكان صديقه، كان من اصدقائه ومن الندماء تاعو، وكان من رواد الحانات والديارات الاديره المسيحيه. انني حايل حاجه، كيفاش يعني صدقت وقرينا على ابو نواس في العربيه؟ إيه زلق، مش عارف كيف هزلق. لا، ولكن أبو نواس بيقولوا لناش عليه كل شيء، ما قالوا لناش عليه. أنا عارف. ما قالوا لناش عليه كل شيء، قالوا واش قالوا لنا عليه، قالوا لنا شوية برك، الصح قاع ما قالوش، صح قاع ما قالوش. إذن هذا عمر الوراق كان من أصدقاء أبو نواس، وكان كما هو، اللي كان مثلي كما هو، ومن الخلعاء المجان، وكان من عنده علاقات بالمرد والحداثة الآخر، وكان يسهر في الأديرة كما قلنا، كان يسهر في الأديرة، وكان شعره ماجنا. نعطيكم مثال ونختم به طبعا، أيها السائل، يقول لك أيها هذا الشعر عمر الوراقة من شعره: أيها السائل عني لست من أهل الصلاحي، أنا إنسان مريب أشتهي طططط الملاحي. فهمت؟ أسعد، ما خلينا الفيديو، خلينا الفيديو باش ما تروحناش في يوتيوب. خلاص، قسمت الدهر يومين لفسق ولراحي، الراحي هو الخمر، لا أبالي من لحاني، لا أطيع الدهر لاحي. إذن من لحاني يعني ليلومني. إذن هذا نوقف عنده، طبعا هذا كان عنده بزاف شعر، نوقف عند هذا. شكرا سعيد، شكرا سادة متابعين ومتابعات، وإلى الحلقة المقبلة. صحيتو.